قال ربنا عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه في الليل وفي النهار وفي أحوال الناس. فالليل ساتر بسواده يخلو الناس فيه إلى الراحة ويبيتون ويهجعون، وفي النهار جعل الله تعالى آيات النهار مبصرة: تبتغوا فضلا من ربكم، فيقوم الناس وينشطون بالعمل. وواقع الناس اليوم كما تلاحظون يا إخوان كثير منهم عكس، ونخشى والله يا إخواني على من عكس أن ينعكس. ربنا عز وجل عندما خلق هذا الخلق هو أعلم بما خلق وبمن خلق سبحانه وبحمده، أعلم بما خلق من الليل والنهار وبمن خلق من البشر والمخلوقات كلها. فيأتي الإنسان ليغير حاله ولن يغير سنن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. كملوا الآية جزاكم الله خير. فالك تقدير العزيز العليم يا أخوان، تقدير ربنا أن الليل سكن والنهار يا أخوان معاش كما ذكر الله عز وجل. ثم يأتي الإنسان الضعيف المسكين الجاهل يقول: لا، السكن في النهار والحركة والروحة والجية والمشي في الليل. كم من الأمور يا إخوان يصاب بها الإنسان في بدنه وفي نفسه وفي بيته وفي أهله من مخالفة هذه السنن لله عز وجل. فالله الله يا إخوان باجتناب السهر، إياكم السهر يا إخوان، فإن السهر لا فائدة منه إلا إن كان في أمر نافع ومفيد، في صلاة، في عبادة، في علم ما شاء الله. أما أن يكون السهر يا إخوان في فضول مباحات، حتى فضول مباحات روحات وجيات واستراحات وكذا، يمر العمر كله بلا فائدة، سهر بلا فائدة ونوم في النهار بلا فائدة، ويذهب العمر بهذه المثل.